الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا هو أساس إنشاء أو دمج مجموعة شركات تحت مجموعة المدينة الآمنة. فكل أنظمتنا وأجهزتنا بمحتوى وصلب محتوى خوارزميات متخصصة في الذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات مدعمة بأجهزة استشعار لدرجة الحرارة، نقاوة الجو والطقس وغير ذلك، بالإضافة إلى استشعارات خاصة مثل ضبط السرعة. نعم. فمزود بأنظمة رادار ضبط السرعة، سواء السيارة كانت متحركة أو واقفة كدورية، وبالإضافة إلى نظام قارئ الوجه وربطها مع قواعد بيانات المطلوبين وقارئ مركبات العابرة قريبة من الدورية نفسها، وتحديد إذا كانت المركبة هذه منتهية التأمين مطلوبة وغير ذلك. وبالإضافة هذه المعلومات يتم تجميعها وتحليلها بشكل فوري ومع مقارنة للقواعد البيانات اللي تم أخذها خلال السنوات الماضية. نعم، هنا يكون عمل الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا وتساعدنا على التنبؤ بأحداث معينة أو وقائع معينة.